في زراعة مباشر بنتابع معاكم من كل المحافظات، بنشوف الجديد في الزراعه، بنتكلم عن المشاكل وبندي فرصه للمزارع ان هو يحكي مشكلته ويعرضها. معانا تقرير من الفيوم من داخل وحده المشاتل او الشتل، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مره اخرى. وحدة إنتاج الشتلات كنشاط من أنشطة مديرية الزراعة بالفيوم بدأ منذ الثمانينات كمشروع إرشادي، الهدف منه تعليم المزارعين عمل مشاتل مجمعة، لأن طبعا كانت المشاتل الفردية أو المشاتل اللي كان بيقوم بها المزارعين بتبقى مشاتل على رأس الغيط، ما مش مقاومة طبعا ومش محمية، وده كان بيؤدي إلى تدهور محاصيل الخضر. فكان اتجاه وزارة الزراعة على أساس تطبق في مديرية الزراعة بالفيوم النهوض بمشروع تطوير الخضر أو مشروع وحدة إنتاج الشتلات. الشتلات الموجودة هنا الطماطم بأنواعها، الفلفل، الباذنجان، الكرنب. المشتل هنا يتميز من ناحية طبعا ما بنستخدمش غير التقاوي المسجلة بوزارة الزراعة. دي الميزة بيننا وبين المشتل اللي بره. بالنسبة لوحدة الشتلات هنا في الفيوم، احنا حاليا في العزب، دي وحدة شتلات للطماطم والخضروات كلها، ودي يعتبر وحدة بتنتج شتلة قوية مواصفات بحيث انها تزرع عند المزارع شتلة خالية من الأمراض، من الأمراض. الحقيقة ان في مشاتل مكشوفة في عند المزارعين، اما دي تحت صوبه محميه فالشتله بتبقى قويه. وحده او مشروع تبع اتحاد المجالس الزراعيه بيتميز بانتاج شتلات عاليه الانتاج ولجميع الاصناف الحديثه، كل شتلات الخضر، طماطم، باذنجان، كرنب، فلفل، يعني كل اصناف الخضر شتلات الخضر تلاقيها هنا. الوحده بتتكون من حوالي 6 محطات، دي المحطة الرئيسية، وفيه 3 محطات في 3 مراكز تانية بـ4، وفي محطة في محافظة بني سويف في سموسرا تابعة لينا برضو هنا، وفي محطة في المنيا، وخدنا محطة تانية جديدة السنة دي شغلناها، دي طبعا إنتاج وحدة الشتلات برضو في الأراضي الجديدة في المنيا.